بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الموضوع الأخير في نظرية الحق، وهو محل الحق. نبدأ الموضوع الأخير في نظرية الحق وهو محل الحق. يعني احنا بدأنا في نظرية الحق بتحديد مين هو صاحب الحق، وكلمنا على تعريف الحق وأنواع الحقوق. يبقى بيفضل لنا الجزء الأخير في نظرية الحق، إيه هو محل الحق؟ إيه هو محل الحق؟ يبقى إحنا ما بدأنا في نظرية الحق قلنا الحق هو إيه؟ إن في استئصار أو انفراد شخص بميزة أو سلطة، الميزة دي بينظمها القانون وبيحميه. ده تعريف الحق، إن شخص بيستأثر أو بينفرد بميزة أو سلطة، الميزة دي القانون اللي بينظمها والقانون اللي بيحميه. يبقى هنا وده عشان كده قلنا في صلة وثيقة بين القانون والحق، إن القانون هو بينظم الحقوق وبيحميه. وقلنا لا وجود للقانون بدون حق يحميه، لا وجود للحق بدون قانون يحميه، لا وجود للحق بدون قانون يحميه. يبقى احنا لما بنيجي نقول هنا، احنا خلاص كده عرفنا يعني حق، ان واحد بيستأثر او بينفرد بميزة او سلطة، الميزه دي بينظمها القانون وبيحميه. ده ما يمنعش ان ممكن يكون صاحب الحق اكتر من واحد. يبقى الاصل ان الحق بيتسم الفرديه، ان صاحبه واحد، لكن في استثناء ان ممكن يكون اكتر من واحد صاحب الحق. ده في الملكيه، يعني بتملك نفس الشيء اكتر من شخص. زي مثلا الاب لا قدر الله لما بيتوفى، والاب ده بيترك امواله، بيترك التركه، فكل الورثه بيتملكوا الاموال دي على الشيوع. يعني ايه على الشيوع؟ يعني اكتر من واحد بيتملك نفس الايه الحق. بس نقول لك الملكيه الشائعه او الملكيه الشائعه او الحق الشائع ده حق مؤقت، بمعنى اجلا ام عاجلا لازم الورثه يتقسموا، كل واحد لازم يتملك شيء يبقى خاص به لوحده، يستاثر به لوحده، لان الحق بيقوم على الاستئصار او الانفراد. يعني ايه الاستئصار او الانفراد؟ يعني صاحب الحق لازم أن يبقى ايه واحد. طب وعرفنا بعد كده انواع الحقوق، قلنا انواع الحقوق، الحق ممكن يكون حق سياسي، ممكن يكون حق مدني. طب الحق المدني ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون حق المدني حق عام او حق خاص. طب الحق العام اللي هو ايه؟ حق في الحفاظ على كيان المادي، وحق في الحفاظ على كيان المعنوي. حق في الحفاظ على كيان المادي اللي هو ايه؟ حق في الحفاظ على جسمي اللي هو مبدأ معصومية الجسد. حق في الحفاظ على كيان المعنوي اللي هو ايه؟ حق في الحفاظ على سمعتي وشرفي، وحق في الخصوصيه سواء الخصوصيه الرقميه او الخصوصيه العاديه، وحق في حرمه مسكني، وحق في صورتي، وحق في سمعتي وشرفي واعتباري. دي كلها حق عام معنوي. طب في حقوق خاص، قال لك الحقوق الخاصه بنقسمها لحقوق عائليه، حق كفرد في اسره، او حقوق ماليه. وقلنا الحقوق الماليه ممكن نقسمها لثلاث انواع، حق مالي شخصي، حق مالي عيني، حق مالي ذهني او فكري، او حقوق ملكيه فكريه. يبقى كده دي كانت انواع، عرفنا الحق وحددنا انواع الحقوق دي في المحاضرات اللي قبل كده. وبعد كده خدنا مين هو صاحب الحق. قلنا صاحب الحق قد يكون شخص طبيعي اللي هو اي فرد عادي، بمجرد ما بيتولد حي بيبقى صاحب حق، بيكتسب الصلاحيه اللي اكتساب الحقوق ده اسمها اهليه الوجوب. طب او الشخص الاعتباري اللي هو اي تجمع للاموال بتهدف لتحقيق غرض معين، يبقى صاحب الحق قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شخص ايه اعتباري. ودرسنا احكام المفقود ايه، وكلمنا ازاي تبدا الشخصيه وازاي تنتهي الشخصيه، وايه الطبيعه القانونيه للجنين اللي هو او الحمل المستقل. كده بقى خلصنا اول موضوعين في نظريه الحق اللي هو تعريف الحق وانواعه. الموضوع الثاني مين هم اصحاب الحق، قلنا اصحاب الحق شخص طبيعي وشخص اعتباري. نيجي بقى للموضوع الثالث وهو ايه هو محل الحق. ايه هو محل الحق؟ نقول لك خلي بالك بقى، محل الحق ممكن يكون عمل، او محل الحق ممكن يكون شيء. يبقى محل حق انا كشخص صاحب حق ممكن يكون محل حق ايه؟ ان شخص يلتزم في مواجهتي ان يقوم بعمل لي، يعني دكتور يكشف عليا، عامل يشتغل تحت ايديا، بياع يسلمني الشيء، يبقى يلتزم بعمل، او يلتزم بامتناع عن عمل، ان هو عدم افشاء الاسرار، عدم منافستي في العمل، او يلتزم بشيء. يعني ايه يلتزم بشيء؟ محل حق ممكن يكون شيء، يعني انا ملك لعربيه، يبقى محل حق الشيء ده. يبقى محل الحق قد يكون شيء وقد يكون عمل.
محل الحق قد يكون في الشيء، شيء مادي يعني حاجة نقدر شيء له كيان ثابت ملموس نقدر نلمسه، أو قد يكون شيء معنوي، فكرة، ابتكار، اختراع زي الحقوق الذهنية. يبقى أول حاجة نتكلم في العمل كمحل الحق. يعني إيه العمل كمحل الحق؟ قال لك أول حاجة في العمل عشان يبقى محل الحق لازم توفر فيه 3 شروط. يعني أنا حقي محله إيه؟ إن شخص آخر اللي هو المدين هيقوم لي بعمل. لأن قلنا الحق الشخصي ده إيه؟ علاقة بين شخصين بيلتزم فيها المدين إنه يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل أو يقدم شيء. طب عشان يبقى محل حق عمل والقانون يحميه لي، لأن هنا قلنا القانون هو اللي بينظر الحقوق، قال لك لازم في العمل اللي هو محل حق يتوفر فيه 3 شروط. لازم التزام الشخص بالعمل يكون التزام ممكن مش مستحيل. عشان تبقى صاحب حق يبقى لازم حقك العمل اللي الشخص المدين ملتزم بيه يكون ايه؟ التزام ممكن مش مستحيل. يعني التزام واحد انه يشرح لي محاضرة، بقى ده التزام ممكن. التزام واحد انه يغني في اغنية، يمثل دور في مسرحية، التزام واحد انه يعمل فيديو كليب، ده كل دي اعمال ممكنة. التزام طبيب بالكشف عن المريض، دي كلها اعمال ممكنة. بقى عشان يبقى العمل محل الحق لازم يكون واحد العمل ده ممكن. عشان يبقى العمل محل الحق لازم ان العمل ده يكون ايه؟ ممكن. تاني صفة في العمل عشان يكون محل الحق ان يكون العمل ده معين او قابل للتعيين. يعني ايه معين؟ محددينه. يعني ايه محددينه؟ المقاول يقول لي انا هبني لك البيت ده بالمواصفات دي، بحددنا. برضه العمل المحدد يعني ايه؟ انا هقول لك هشرح لك لمده ساعه، يبقى ده العمل محدد. يبقى لازم عشان يكون العمل يصلح ان يكون محل الحق لازم واحد يكون العمل ممكن مش مستحيل. بالتالي ما ينفعش واحد يقول لك ايه؟ انا هعمل لك عمل وهطير لك في السماء، لا ده ما ينفعش محل الحق، لان محله مستحيل. يبقى لازم محل الحق يكون ممكن مش مستحيل. تاني حاجه لازم يكون محل الحق معين، احدد بالظبط ايه محل حقي. هتبني لي بيت، هتشتغل عندي كذا ساعه، هتعمل لي كذا، معين او قابل للتعيين. يعني في اسس معينه نقدر نحددها العمل معين او قابل للتعيين، في اسس على معينه نحدد على اساس العمل. يعني ايه؟ اقول لك تشتغل عندي من 8 ل 12، يبقى ده في اسس معينه لتحديد العمل. يبقى عشان العمل يكون محل الحق لازم يتوفر فيه شرطين. الشرط الاولاني يكون العمل ده ممكن مش مستحيل. الشرط الثاني لازم أن يكون العمل ده معين او قابل للتعيين، زي التزام المقاول انه يبني بيت، ده كده معين محددينه، او قابل للتعيين. التزام العامل يشتغل عند صاحب العمل من 8 ل 2، كده حددنا الاسس اللي هيشتغل بيه، او مواصفات معينه يشتغل بيه، او التزام بعمل رسم معين المبنى معين، هنا قابل للتعيين. واخر حاجه في سمات الحق لازم أن يكون محل الحق مشروع. لازم يكون محل الحق العمل ده مشروع. يعني لما يكون انا صاحب حق في عمل بكلفش حد بعمل غير مشروع. يبقى عشان تبقى انت صاحب حق والقانون يحملك حقك لازم ان الملتزم تجاهك بعمل لازم يكون العمل ده ايه؟ مشروع. يعني ما ينفعش اتفق مع واحد ان هو يروح يسلم لي تجارة مخدرات، لا انت ليك حق بس لازم يكون محله ايه؟ مشروع. يبقى عشان العمل يكون محل الالتزام لازم العمل ده يتوفر فيه 3 شروط. الشرط الاولاني يكون العمل ممكن مش مستحيل. الشرط الثاني لازم العمل ده يكون معين او قابل للتعيين. الشرط الثالث لازم يكون العمل ده مشروع. يبقى اول حاجه ممكن تكون محل الحق ان يكون محل حق ايه؟ القيام بعمل. شخص بيلتزم تجاهي بالقيام بعمل. يبقى انا حقي على العمل ده، وان الحق ده مالي يعني يقدر بالمال. الالتزام المحل الثاني ان محل الحق ممكن يكون شيء. يعني ايه محل الحق يكون شيء؟ ان الشيء بقى محل، ان حقي محله شيء. يعني انا مالك العربيه دي يبقى حقي محله عربيه، مالك للبيت ده يبقى حقي محله بيت، ما بنتفع بالارض دي يبقى حقي محله ارض. يبقى قد يكون الشيء محل الحق بتاعي شيء مادي ملموس له كيان محدد، وده اسمه الشيء المادي. قد يكون شيء معنوي، حق على فكرتي، حق على ابتكاري، حق على تأليفي، حق على اختراعي، ده شيء معنوي اللي هو حق الملكية الفكرية والحق الذهني. الأشياء ممكن نقسمها لأنواع كتير. ممكن نقسم الأشياء لمنقول وعقار، وممكن نقسم الأشياء لشيء مثلي وشيء قيمي، ممكن نقسم الأشياء لشيء قابل للاستهلاك وشيء غير قابل للاستهلاك. فالأشياء لها أسماء كتيرة، بس يهمنا إن احنا نقسم الأشياء لعقار ومنقول. إيه هو العقار؟ قال لك العقار ده شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه.
العقار شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه، زي إيه؟ زي الأرض، دي عقار، يعني ده شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه. زي إيه؟ زي البيت، ده شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه. زي إيه؟ زي العمارة، ده شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه. زي الكلية، شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه. يبقى ده عقار، عقار يبقى اسمه عقار بطبيعته، لكل شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه، يبقى ده اسمه إيه؟ عقار. زي إيه؟ المصنع، الصيدلية، أي حاجة، أي مبنى أو أي إنشاء، برضو أي زرعة، الشجرة دي عقار، لأن ده شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه. الزرعة، النبات الصغير، شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه. يبقى أي شيء ثابت يشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه يعتبر إيه؟ عقار. زي إيه؟ زي المباني، زي الأشجار، زي النباتات، كل دي شيء ثابت يشغل حيز، يبقى دي إيه؟ عقار. طب إيه المنقول بقى؟ قال لك المنقول بطبيعته أي شيء يمكن نقله دون إتلاف، أي شيء يمكن نقله من مكانه دون إتلاف. زي إيه؟ زي الكتاب، لو نقلناه من مكانه مش هيتلف يبقى منقول. زي العربية، لو نقلناه من مكانها يبقى منقول. زي الموبايل، لو نقلناه من مكانه منقول. زي القلم، لو نقلناه من مكانه يبقى منقول. زي الساعة، لو نقلناه من مكانه يبقى منقول. ليه؟ لأن المنقول أي شيء يمكن نقله من مكانه دون تلف يبقى منقول. يبقى احنا عرفنا الأشياء إلى منقول وعقار. المنقول ده الشيء اللي ممكن نقله من مكانه دون تلف. طيب إيه العقار؟ ده الشيء الذي، الشيء الثابت الذي لا يشغل حيز ولا يمكن نقله من مكانه إلا بإتلافه، يبقى ده الإيه؟ العقار. طيب يبقى احنا نيجي هنا، إيه أهمية التمييز بين المنقول والعقار؟ ليه بنميز بين الاتنين؟ نقول لك عشان حاجة مهمة أوي، إن لو أنت بتشتري منقول، الملكية في المنقول المعين بالذات بتنتقل بمجرد إبرام العقد. أنت بتشتري عربية، قال لك ملكيتك للعربية بمجرد ما تبرم العقد تنتقل العربية، ملكيتك للعربية. ليه؟ لأن الملكية في المنقول بتنتقل بمجرد إبرام العقد بقوة القانون، بس لما يكون المنقول ده معين بالذات منه حاجة واحدة. طيب لو المنقول ده شيء معين بالنوع، يعني شيء مثلي منه حاجات كتيره، يعني بتشتري كارت شحن، راجل عنده 100 كارت شحن، انت بتشتري كارت واحد بس، قال لك ده شيء اسمه شيء مثلي، قال لك الملكيه في الاشياء المثليه لا تنتقل الا بالافراز، لازم يحدد لي بتاعي، بتنتقل بمجرد ما يحدد لي. زي انت رحت تشتري لحمه، اللحمه موجوده اهو، بتقول له عايز 5 كيلو لحمه، ابرمت العقد، لكن الملكيه اللي انت ما يوزن لك ويحط لك في كيس كده، افرز لك، خصص لك حاجه. يبقى الملكيه في الاشياء المثليه اللي بتتشابه احادها، اللي في منها كتير، لا تنتقل الا بالافراز، لازم يحط لي حاجه في شنطتي، سلمني الحاجه. يبقى طب لكن الملكيه في العقارات، لا، الملكيه في العقارات لا تنتقل الا بتسجيل. الملكيه في العقارات لا تنتقل الا بتسجيل، يبقى ده اهميه التمييز، ان احنا الملكيه لا تنتقل الا بتسجيل. برضو في المنقول، حيازه المنقول سند الحائز، بمجرد ما المنقول ده الموبايل او العربيه معاك في حيازتك تبقى انت ملك، دي قرينه على انك ملك. لكن في العقارات لا، ما فيش حاجه اسمها الحيازه في المنقول سند الحائز، ده الحيازه في المنقول سند الحائز تطبع على المنقولات، لكن العقارات بتطبع عليه. نقول لك ان انت بتكتسب حقك بالتقادم لو مر 15 سنه او 5 سنين، لو في سند صحيح او سبب صحيح. برضو دي ميزه. قالك في بعض التصرفات، بعض التصرفات لا ترد الا على العقارات، زي الرهن الرسمي والرهن الحيازي، ما ينفعش يكون محلها منقول. زي الرهن الرسمي ما ينفعش يكون محلها ايه؟ مع عقار، ما منقول. ولكن برضو في بعض التصرفات ما تردش غير على المنقول، بعض التصرفات لا ترد الا على المنقول، زي الحيازه في المنقول سند الحائز. طيب بكل دي حاجات لازم نعرفها. برضو الشفعة لا ترد إلا على العقار، يعني أنت تاخد بالشفعة في عقار، لكن ما فيش شفعة في المنقول. يبقى كل دي أهمية التمييز بين المنقول والعقار. بس نيجي بقى في جزئية تانية، كده عرفنا إيه المنقول بطبيعته وإيه العقار بطبيعته. قلنا المنقول بطبيعته ده شيء ممكن نقله من مكانه دون تلف، لكن العقار ده شيء لا يمكن نقله من مكانه إلا بإتلاف. خلصنا من الجزئية دي وعرفنا ايه اهميه التمييز بين المنقول والعقار، مش عايزين غير 4 تمييزات بس. لكن نيجي نقول بقى، افرض منقول جيت وثبته في العقار وخصصته لخدمه العقار، وكان مالك المنقول هو مالك العقار، زي ايه؟ مروحه. المروحه دي في الاصل كانت منقول، اللي ممكن ننقلها من مكانها دون تلف. لو جبت المروحه وركبتها في السقف
ده بقت مثبته في العقار، وانا ملك العقار وملك المروحه ومخصص المروحه دي لخدمه البيت. انا دي اسمها عقار بالتخصيص، وعاملها معامله العقار مش معامله المنقول. تاني، يعني ايه هو العقار بالتخصيص؟ قال لك العقار بالتخصيص هو منقول مملوك لصاحب العقار، ولكن تم تخصيصه لخدمه العقار. منقول مملوك لصاحب العقار، ولكن تم تخصيصه لخدمه العقار وتثبيته فيه. يبقى شروط العقار بالتخصيص ايه؟ لازم ان يبقى مالك المنقول هو مالك العقار. اتنين، زي الاسانسير، انت دلوقتي باني بيت وعايز تركب له اسانسير. الاسانسير في الاصل لما تشتريه ده منقول، لان ممكن انقله من مكانه دون تلف، لكن لما اجي اركبه في العقار يبقى مخصصه لخدمه العقار، وابقى انا صاحب الاسانسير وصاحب العقار، يبقى ده اسمه عقار بالايه؟ بالتخصيص، وعامله معامله العقار. يبقى ايه العقار بالتخصيص؟ قال لك ده كل منقول بطبيعته تم تخصيصه لخدمه العقار وتثبيته في العقار. طب يبقى هنا ايه هو المنقول العقار بالتخصيص؟ قال لك لازم يتوفر فيه 3 شروط. الشرط الاولاني ان مالك المنقول يكون هو مالك العقار، زي الشبابيك ركبتها، الاقره ركبتها، الباب ركبته، كان الحاجات دي كلها في الاصل منقولات. حجر الطوب قبل ما ابني كان منقول، لكن ركبته بقى انت خلاص بقى مخصص لخدمه العقار، يبقى اسمه عقار بالتخصيص. اول شرط بقى لازم ان يكون مالك المنقول هو مالك العقار، مالك الباب هو مالك العقار، مالك الاسانسير هو مالك العقار، مالك اللمبه هو مالك العقار، مالك المروحه هو مالك العقار. كل ده طالما اول حاجه اتحاد المالك. ثاني شرط ان انا اخصص المنقول لخدمه العقار، اركب الباب، اركب الشباك، اركب الارمونتال، اركب الاكره. طالما خصصت المنقول لخدمه العقار يبقى انا مخصصه. ثالث حاجه ان لازم نثبت المنقول في العقار عشان هنا ياخد حكم الايه؟ العقار بالتخصيص. طب في حاجة تانية اسمها منقول حسب المآل، يعني الأصل كان الشيء عقار، لكن مآله المحتوم إنه ينفصل عن العقار. زي إيه؟ ثمار الفاكهة. ما ثمار الفاكهة في الأصل إن هي موجودة في نبات وثابتة في الأرض، لكن طالما مآلها المحسوم إن أنا أشيلها من الشجرة وأحولها، نبقى لك دي منقول حسب المآل، نعملها كمنقول مش كعقار. برضه زي ايه؟ اما تقول لواحد هدي لي البيت ده وحوله عن ارض، كان مصيره كان اصله عقار، بس مصيره المحتوم بالاتفاق هيبقى ايه؟ منقول. لان الارض هنبيعها طوب ونبيعها حديد ونبيعها الكلام ده كله كده. ده اهميه التمييز بين المنقول والعقار، وايه هو العقار بالتخصيص، وايه العقار بطبيعته، وايه محل الحق قد يكون منقول، محل الحق قد يكون عمل، او قد يكون امتناع عن عمل، او قد يكون شيء. نيجي نفتح الكتاب، المحاضرة دي من صفحة 203 حتى 233. من 203 ل 233 اتكلمنا في محل الحق. تيجي في صفحة 203 وتعلم على أول سطر فقط مع ده كلمة، وتكتب محل الحق قد يكون شيء وقد يكون عمل. محل الحق قد يكون شيء وقد يكون عمل. العمل ده مين اللي بيقوم بيه؟ بيقوم بيه المدين. ونلغي بقية الفقرة. تحت محل الحق عمل ناخد السطرين اللي تحت منه. التعريفة محل الحق عمل ناخد بقية الصفحة ونكتب شروط العمل كمحل الحق. شروط العمل لكي يكون محل الحق. عند واحد نكتب الشرط الأولاني. ونكتب يشترط أن يكون العمل ممكن. يشترط أن يكون العمل إيه؟ ممكن، مش عمل مستحيل. المدين بتاعك لما يكون ملتزم بعمل لازم العمل ده يكون ايه؟ ممكن. يعني على سبيل المثال، ايه العمل الممكن بتاع الطبيب؟ انه يعالج المريض، لكن ما اقولوش احيي لي واحد ميت، اقول للدكتور احيي لي واحد، لا احيي واحد ميت ازاي؟ ده مستحيل. يبقى لازم اول شرط تكتب الشرط الاول ان يكون العمل ممكن وليس مستحيل. وناخد سطر ونص بس عند الشرط الاولاني في 203، وعند الشرط الثاني نلغي اول سطر وكلمه، ونيجي في الشرط الثاني ناخده كله ونكتب ان يكون العمل معين او قابل للتعيين، ده في 2. وفي الشرط الثالث نكتب ان يكون محل الحق يكون محله مشروع. ليه؟ ما ينفعش يكون محل العمل بتاع الشخص حاجه مخالفه للقانون او حاجه غير مشروعه. ونعلم بقيه 204 كلها. يبقى 204 ناخدها كلها بعد اول سطر وكلمه، بعد اول سطر وكلمه. طيب محل الحق، احنا قلنا ده كان محل الحق عمل، ده محل الحق شيء. قال لك الشيء ده كل حاجة لها وجود ثابت ومستقل عن الإنسان. كل شيء ده شيء له وجود ثابت ومستقل عن الإنسان، سواء كان الشيء ده بقى أرض أو حيوان أو نبات، أي شيء.
الشيء ده قد يكون مادي زي الأرض والنبات والحيوان، أو قد يكون معنوي الفكرة أو الابتكار أو الاختراع، بس الاتنين بيقدروا بالمال. وخلي بالكم في فرق بين الشيء والحق. الشيء ده هو محل الحق، اللي بيقدر بالمال هو الحق. طيب نيجي صفحة 205، بنقسم الأشياء. إحنا اللي يهمنا بس تقسيم الأشياء إلى منقول وعقار، فبنلغي أول سطرين تحت تقسيم الأشياء، ولا ناخد 205 ناخدها كلها، 205 ناخدها كلها ما عدا السطر الأخير ناخد فيه 3 كلمات بس. فنقسم الأشياء إلى إيه؟ منقول وعقار. إيه هو المنقول؟ قلنا كل شيء ثابت ومستقر بحيزه، أو كل شيء ثابت بيشغل حيز لا يمكن نقله إلا بإتلافه. قلنا الثبات والاستقرار ده اساس، حاجه اساس اساسي في المنقول. وادينا امثله المنقولات، قلنا واحد الاراضي، الاراضي بكل انواعها، اراضي زراعيه، اراضي صحراويه، دي اسمها عقار. ناخد سطر و4 كلمات ونلغي بقيه الصفحه. في 206 نلغي الفقره الاولى وناخد المباني والانشاءات. الفرق بين المبنى، المبنى شيء ثابت يشغل حيز، راسي له جذور له اساس، لكن الانشاء ممكن ما يكونش له اساس، ممكن ما يكونش له اساس. طب النباتات ناخد سطر واحد بس، وكده يبقى احنا خدنا في العقارات بطبيعتها المباني والانشاءات والنباتات والاراضي نيجي عند العقار بالتخصيص، ناخد الفقره، نلغي اول سطرين في صفحه 207 وناخد الفقره اللي تحت العقار بالتخصيص، ونكتب تعريف العقار بالتخصيص. ايه هو العقار بالتخصيص؟ ده المنقول الذي يضع صاحبه في عقار يملكه لخدمة العقار ده. صفحة 208 ناخد أول 3 سطور بس، أول 3 سطور بس، ونلغي بقية الصفحة، وناخد في آخر فقرة عند الشرط الثاني التخصيص ناخد سطرين بس. عند شرط التخصيص إنه يشترط إن العقار المنقول ده يخصص لخدمة العقار ناخد سطرين بس. عند صفحة 209 بنلغي أول فقرة وتاني فقرة، ونيجي عند الشرط الثالث اللي هو شرط الثبات. لازم من المنقول عشان يبقى عقار بالتخصيص نثبته في العقار، ناخد اللي الشرط الثالث، وناخد المنقول بطبيعته اخر فقره دي ناخدها كلها، المنقول بطبيعته ناخدها كلها. صفحه 210 ناخد اول فقره، والمنقول حسب المقال ناخد الفقره اللي تحت منه. الشرط الاولاني ناخد بعنوان بس، ان يكون مصير العقار بطبيعته منقول، ان مصيره يبقى منقول ده امر محتوم. وناخد الشرط الثاني عنوان، ناخد تحت سطرين من تحت منه، سطرين تحت منه. في 211 نلغي أول فقرة، نلغي أول فقرة. في تاني فقرة أهمية تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول، ناخد السطر الأولاني بس في 1، وفي 2 ناخد السطر الأولاني وتحت السطر الثاني، فلا تنتقل الملك، نكتب بقى فلا تنتقل الملكية في العقارات إلا بالتسجيل في 2. في 3 ناخد الشفعة، لا تطبق إلا على العقار، وتطبق بس الشفعة تالت بس على العقار دون المنقول، ناخد الـ3. قاعدة الحيازة في المنقول سند الحيازة تطبق على الايه؟ على المنقول فقط. كده يبقى احنا وقفنا لحد 211، نلغي 212 ونلغي 213 ونلغي 214، نلغي لحد 204، نلغي من 212 ل 234، نلغي من 212 ل 234، ونتقابل في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله بالتخالص، تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.